عسلامة ومرحبا بيكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم دبرتنا سهلة، كفتة بالدجاج وحضرنا معها زادة سستومات. بنا نودكم ومنشاهيكم. لهنا باش نبداو بسم الله. خذينا الماء باش نزيدو كعبتين بطاطا كما تشوفوا قصيناها باش نصمتوهم. باش نصمتو زادا الدجاج هنا باش نزيدوه الفينيغ دو سيترون، خل الليمون، باش نزيدوه 3 سنون ثوم ومغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة تابلو كروية. والملح كما تشوفوا لهنا الدجاج احضر. باش نرحيوه تا باش نزيدوه مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره تابلو كرويه، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، شوية كليلو زعتر والملح. هنا الجبن اختياري، زدت شوية جبن رابي، المعدنوس. هنا مغرفة صغيرة فارينة باش تلملنا الخليط متاعنا، الشابلور وكعب عظم. خلطوا كل شيء مع الدجاج. هنا زدت شطر راس بصل قصيته جويت، وتوا كما تشوفوا البطاطا حضرت باش نرفسوها. ونزيدوها للفاخس للحشو، نزيدو بشوية لهنا ونشوفو. توا الفاخس نتاعنا حضرت باش نعملولها، باش نعملوها كعابر كيما تشوفو. نحضروها توا باش ناخدو الزيت، نحلوهم شوية بيدينا هكا ونحطوهم يتقليو. يعني من الزيت نحطوه هكا ما نقويوش النار على الزيت باش تجيب كعبة الكفتة. توا في مقلى اخر خذينا 4 كعبات طماطم فرشكين عليهم 3 سنين ثوم قصيناهم جويد، نخليوها تتقلى. هو الكفتة متاعنا حضرت، الصوص كيف كيف حضرت. توا باش نحطوها فكس حين، ان شاء الله غوسيت اليوم عجبتكم. جربوها، نستنى لي كومونتير، لايك على لي فيديو، ابوني شين يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل وصحة وبشفاء. Thank you.